وبركاته، هيكم عاصم منصور من شركة أوربكس. في النظر اليومية الأسواق اليوم 27 إبريل 2021، ونبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي اللي مستقر حاليا عند مستويات 91، مقتربا من خط الاتجاه الهابط على طول الزمن 4 ساعات. في حال فشل الدولار في اختراق هذا خط الاتجاه، متوقع أن يعود للتراجع إلى مستوى 90.66، وفي حال كسرها يمتد التراجع إلى مستوى 89.80، وتظل النظرة السلبية قائمة ما لم يغلق مؤشر الدولار على الإطار الزمني اليومي أعلى مستويات 91.50. أما بالنسبة لتداولات اليورو دولار، واجه الزوج مقاومة قوية عند مستوى 1.21، من المتوقع أن يعيد الزوج اختبار مستوى 1.21 ومنها إلى مستوى 1.1925 في حال كسرها، وتظل النظرة الحيادية قائمة باستقرار التداولات ضمن هذا النطاق إلا في حال اختراق المستوى 1.21 بس هداف المستوى 1.22، وتحدد ذلك بالسيناريو الذي تم ذكره بالنسبة لتداولات مؤشر الدولار الأمريكي. وبالنسبة لتداولات الاسترليني دولار، أيضا تظل النظرة الإيجابية قائمة فقط على المدى المتوسط طالما استقرت التداولات أعلى مستويات 1.3650. أما على المدى القصير، من المتوقع أن تستقر التداولات فيما بين 1.3820 و 1.3930. وبالنسبة لتداولات الدولار ين، أعلن بنك اليابان بأن تحقيق هدف التضخم قد يسرق المزيد من الوقت، ولكنه أشار إلى أنه قد مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية في حال لم يكن الأداء الاقتصادي كالمتوقع. ولهذا شهد الين بعض التراجع لأجل تداول الدولار ين حاليا عند مستوى 108.33. الاستقرار أعلى تلك المستويات يدعم المزيد من التصحيح إلى مستوى 108.80، ولكن الاستقرار أسفل مستوى 107.40 سيعود بنا للتراجع إلى مستوى 106.30. وبالنسبة لتداولات الأسعار الذهب، من المفضل انتظار اختراق هذا النطاق العرضي بسواء 1783 صعودا لاستهداف مستوى 1795 أو مستوى 1768 هبوطا لاستهداف مستوى 1763. وفي الوقت الحالي من المتوقع أن يتخذ الذهب اتجاه عرضي ولا توجد فرصة تداول واضحة عليه. أما بالنسبة لتداولات مؤشر الدو، أيضا لا جديد في انتظار اختراق هذا المستوى بكسر مستوى 33700 باستهداف مستوى 33233، أو في حال الاختراق الواضح في مستوى 34255 تتحول النظرة إلى الشراء على المدى القصير. ونلقي نظرة على أسعار النفط، وهناك مصادر أشارت بأن أوبك تتوقع استقرار معدلات الطلب طوال العام الجاري بمقدار 6 مليون برميل يوميا، الامر الذي قد يعطي نظره ايجابيه لتداولات اسعار النفط. ولكن من الناحيه الفنيه، من المتوقع ان نشهد بعض المقاومه عند المستويات الحاليه 62.50 دولار للبرميل، الاستقرار اعلاها وعلى وجه التحديد اعلى مستوى 92.70 دولار للبرميل سيدعم الارتفاع لمستوى 64.30 دولار للبرميل. اما في حال العوده اسفل مستوى 61.90 يمتد التراجع الى مستوى 60.65، ويتبقى التحدي الاكبر لاسعار النفط في تطورات فيروس كورونا، خاصه بان اعداد الاصابات قد زادت بشده وقوه في الهند، وهي ثالث اكبر مستورد للنفط في العالم، مما قد يضع المزيد من الضغوط وقد يحد من المكاسب على المدى المتوسط. كانت هذه نظرة سريعة الأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.